مساء الخير واهلا بيكم، ونواصل هنا العاصمه. وحشتوني. انا بعتذر ان انا بقالي بعيد عن الهوا كام 4 5 ايام بس، والله مش كتير. بشكر كل الناس اللي سالوا عليا، بس كان لازم اخد نفسي، لكن ها انا ذا عدت للقاهره مدينتي الجميله من جديد. مفيش احلى من رمضان مصر، ومفيش احلى من لمه مصر، ومفيش احلى من قعده العيله، ومحدش كلمني عن رمضان في اي بلد تانية. رمضان هو القاهره بكل احداثها، بكل مشاكلها، لكن مشاكلها عدت، وان شاء الله بكره اجمل كتير من النهارده. رسالتين سريعتين في بدايه هذه الحلقه. اولا بشكر زميلي المنضم الينا حديثا الاستاذ محمد علي خير، انه يعني بيشرفني ان هو بيكون موجود في الساعه الاولى قبل ما ادخل الهوا. وبشكر كل زملائي اللي بيتناوبوا معانا على هذا المقعد. يعني هديكم الكرسي ده شويه صغيره وبعدين ارجع اخده تاني عشان ما حدش يطمع فيه يا جماعه، لكن احنا كلنا اسره واحده، وانا بشكرهم. وحقيقي انا دايما ببقى سعيده ان انا اكون معاكم من بيتي في سي بي سي. قبل ما اقول لكم ايه الاحداث اللي في الشارع، رسالتين شكر واجبتين. اول رساله للساده في وزاره الداخليه، سيد الوزير، سياده اللواء احمد حلمي، مدير الأمن العام، على كل المجهود الذي بذل يعني لضبط كل من حاولوا اختطاف شخصي الضعيف. وأنا ما أعرفش إزاي هم تخيلوا أن أنا مثلا يقيدوني بمرسي أو بالشاطر وكده. أنا ممكن أقول لهم لا أنا هقعد معهم هناك، بس إيه، خلوا مرسي والشاطر هناك برضو، يعني ما عنديش مانع خالص أن أنا أضحي بنفسي من أجل الآخرين يعني. بس طبعا حكاية أنا صراحة خدتها بكوميديا في الأول، لكن بشكرهم الحقيقة على هذا الأمر. وأنا ما كنتش أعتقد أنه في حد في الإخوان أو حد في التيار الإسلامي، لأن ده تيار إسلامي في النهاية وتيار ديني، ممكن أن هم يخطفوا حد أو يعني يقوموا بهذه العمليات. لكن مرة أخرى بشكر كل العاملين في الأمن العام، السيد الوزير، وطبعا سيادة اللواء أحمد حلمي، وكل الناس اللي اشتغلوا على هذه القضية حتى تمكنوا من معرفة ملابستها. بشكر أستاذي مصطفى حسين على كرتون عظيم. أنا ما كنتش هو عمل لي كرتونين مصطفى حسين في حياتي، فالحقيقة يعني أنا حاسة أنه تاج على راسي. هذا الكرتون الكاريكاتير اللي اتذاع امبارح أو اللي نشره امبارح في جريدة الأخبار الغراء، ويعني قال لك تستاهل أصلها بصراحة الحلقة الواحدة من بتوعها بتبقى بمقام مليونية ضدنا. يعني أنا مش ضد حد، بس أنا بشكره شكرا جزيلا على هذا الكاريكاتير. إحنا بنشتغل مش مع حد وضد حد، إحنا بنشتغل لصالح هذا الوطن، لما نظن ونعتقد ونؤمن أنه صالح هذا الوطن. دولة مدنية عصرية تفكر في الغد، دولة لا تختبئ وراء الفاشية الدينية، دولة لا تختبئ وراء غطاء العنف، دولة تنظر للغد، دولة لولادنا وأحفادنا. عايزين مصر مش بتاعت زمان، عايزين مصر بتاعت بكرة، أفضل كتير من بتاعت زمان. قبل ما أكلمكم على الأحداث، وفي قطع طرق وكده، بس أنا عايزاكم تتعودوا كده وتهدوا وتاخدوا الأمور دي ببساطة. العمليات الجراحية بيبقى لها آثار، أي عملية جراحية بالذات لو open heart، قلب، عملية جراحية كبرى، لازم لها آثار. لازم المريض يقعد شوية في الانتنسف كير، في العناية المركزة، ياخد وقته وبعدين يخف ويتعافى. هو ده وضعنا. احنا عملنا عمليتين جراحة قلب مفتوح في سنتين ونص، حاجة مذهلة. حتى ويليام بيرنز النهاردة في مصر بيتكلم على أن الدول لا تأتي لها فرصتين بالسرعة دي في سنتين ونص. والحقيقة أنا أحب أقول له أن احنا ما جات لناش فرصتين، احنا صنعنا فرصتين. في فرق أن احنا تأتي لنا الفرص كده على طبق من فضة أو طبق من ذهب، أو أن احنا نصنع فرصنا. نحن صنعنا فرصنا ونحن نصنع مستقبلنا. مهم قوي ان احنا نفهم احنا فين، وهكلمكم عن قطع الطرق وعن احداث في سيناء وكل الكلام، لكن مهم قوي ان احنا نقول ان احنا نجحنا. محدش يقدر ياخد منا فرحتنا، محدش يقدر ينكد علينا. احنا انتصرنا انتصار باهر يوم 30، اعترف به العالم وقال انه اكبر خروج شعبي في تاريخ الانسانية. هذا خروج مهم، اكدنا تمسكنا بالدولة العصرية المدنية، والخطوات مستمرة. بكرة في حكومة جديدة،
وما بقولش بكره اللي هو يعني غدا المستقبل القريب، بتكلم على بكره، بكره غالبا وفي الاغلب العام غدا في حكومه جديده تبدا في حلف اليمين، يمكن فاضل لهم 3-4 وزارات ما اتفقوش عليها. بعد شويه هوريكم شكل الحكومه، صور الحكومه، هتحسوا ان احنا عدنا الى عصر الدوله. يعني ايه دوله؟ يعني رجال ونساء اكفاء، يعني يختاروا لكفاءتهم وليس لانتماءاتهم السياسيه، مش واحد بقى عشان في حزب كذا واحد عشان في حزب كذا، لا احنا بنتكلم على كفاءات، بنتكلم على ناس معروف عنها اشياء معينه، وبالتالي امامهم تحدي مهم وليس امامهم خيار الفشل. على فكره ليس امام هذه الحكومه ولا امامنا نحن كشعب خيار الفشل، خيار الوحيد امامنا هو النجاح، وسننجح. لازم تعرفوا ان ما عندناش خيار غير ان احنا ننجح، وهننجح زي ما نجحنا ان احنا نعمل ثوره 25 يناير، وزي ما احنا نجحنا نعمل الثوره الاكبر اللي هي ثوره 30 يونيو، اظن انها الثوره الاكبر ثوره 30 يونيو، احنا هننجح والحكومه دي هتنجح والطريق هيستمر ومحدش هيقدر يوقفنا. بصوا لقدام ما تبصوش لورا. ملاحظه ثانيه طبعا انه في الخدمات الاساسيه متوفره زي ما انتم شايفين، كهرباء ما بتتقطعش الا بشكل نادر جدا، مفيش ازمات غاز، مفيش ازمات سولار، مفيش ازمات بنزين. ليه؟ ببساطة شديدة جدا في مساعدات جات لنا من دول كثيرة، دول كريمة، وفي فرق كبير جدا بين المساعدات لدول عايزة بتحب تساعد مصر، دول مستعدة انها تستثمر في مصر. وانا الحقيقة كنت في دولة الامارات واستمعت لتصريحات كثيرة جدا من قيادات في دولة الامارات، ناس مستعدة تساعدنا للآخر. دول ده شعب بيحب المصريين، ده شعب بيؤازر المصريين، بيرى ان مصر شقيقه. دي تربيه ولاد الشيخ زايد الحقيقه، هم اتربوا انه مصر دي دوله شقيقه، هم مستعدين يساعدونا للنهايه، وما قدمته الامارات هي بدايه لمساعدات اخرى. الكويت ايضا قدمت مساعدات مشكوره، السعوديه ايضا. في فرق بين انك انت تساعد حسن ونسيدك وعايز يكون لي راي في الشان الداخلي، وبين مساعدات، لان انا ادرك ان مساعدتك هي مساعدتي لنفسي. هذه الدول تساعد انفسها في المقام الاول، لانها تدرك ان نظام الاخوان هو نظام خطر على المنطقه، لانها تدرك ان يعني تغيير شكل السلطه في مصر وعوده السلطه المدنيه في مصر يغير شكل المنطقه. وده موضوع مهم جدا لازم ايضا نتكلم فيه. اذا بالفعل في خدمات متوفره وعندنا وضع اقتصادي صعب هنتكلم فيه في فترات قادمه، لكن هذا الوضع لابد ان احنا هنعديه بتكاتف الدوله، بتكاتف الشعب، كلنا هنعدي هذا الوضع. هناك في خطه قصيره وهيكون في خطه بعيده. الملاحظه الثالثه هو ان احنا عندنا معركه مع الارهاب، ودي قلناها من اليوم الاول اللي بدا فيها استخدام السلاح، لدينا حرب مع الارهاب، وده اللوجو بتاعنا ان مصر ضد الارهاب، وده اللي اخترناه عنوان لتغطيتنا الاخباريه في سي بي سي من اول يوم، نحن في معركه مع الارهاب. للاسف الاخوان المسلمين رغم اننا نظن حتى هذه اللحظه انه فصيل يمكن ان يشاركنا الحياه في هذا المجتمع، لكن هو فصيل اختار ان يكون مؤازرا وان هو يعمل مع الارهاب، وان هو يكون فصيل يقرر ان يهدد الدوله، اما ان هو يرهب الناس في سيناء يعني يضحي بحياه البشر وفجاه يبقى في قتلى كل يوم، ليس فقط من القوات المسلحه والشرطه ولكن ايضا من المدنيين، وده اللي حصل فجر النهارده، او ان هو يرهب الناس في الشارع، يقفل الشوارع، يقفل المحاور، في محاولة لتصدير القوة، في محاولة لتصدير انه قادر على شل حركة البلاد. هذا غير صحيح. مصر قادت حربا مع الارهاب في الثمانينيات والتسعينيات واستطاعت ان هي تنجح في هذه الحرب. هذه ليست حرب بين الارهاب وبين الدولة، هذه ليست حرب بين الارهاب وبين الجيش والشرطة، هذه حرب بين الارهاب وبين الشعب. والشعب ده قراره، وكما قرر أن ينتزع حريته وكما قرر أن تكون مصر مدنية فالشعب ده قرر أيضا. وأنا مش محتاجة أن أنا أقول أن أنا بتكلم نيابة عن الشعب لأن ده مش حقيقي، لكن أدرك أن هذا الشعب لا يخاف، وهذا الشعب قرر مرة ومرات أن يقف ضد الإرهاب. لا في سينا هيقبلوا الإرهاب، ولا في المنيل هيقبلوا الإرهاب، ولا في رمسيس هيقبلوا الإرهاب، ولا في أي مكان في جمهورية مصر العربية يقبلون الإرهاب، زي ما أسيوط ما قبلتش الإرهاب، وزي ما المنيا ما قبلتش الإرهاب، وزي ما إنا ما قبلتش الإرهاب، وزي ما لوكسور ما قبلتش الإرهاب في 97. هذه المحافظات أهل البلد دي ما بيقبلوش حد يخوفهم، رجالة
لا حد يخوفنا ولا حد يرفع علينا سلاح. ويوم ما هترفع سلاح على الجيش وعلى الشرطة وعلى الشعب، يوم ما الشعب هو اللي هيقف ضدك، ويوم ما انت بتجعل بينك وبين الشعب يعني أخدود أو خندق بيتسع كل شوية، كل شوية إيدك بتتلوث بالدماء وما بنقدرش نشتغل معاك. نحن لن نستطيع أن نمد يدنا لفصيل إرهابي، لن نستطيع أن احنا نعيش مع فصيل إرهابي، وبالتالي الخيار خياركم أيها السادة في والسيدات في جماعة الإخوان المسلمين، هذا خياركم، إما أنتم مع الإرهاب وده الواضح، أو أنتم مع الشعب، نتمنى أن تكونوا مع الشعب. ايضا نتكلم بقى على الوضع في الارض. انا عايزاكم تكونوا متفائلين، بكره احسن من النهارده، ارجوكم ما تتضايقوش، ما تقلقوش، ما تخافوش. الحاجات بتمشي بسرعه شديده، الغرب بيغير موقفه، احنا اللي نقدر نغير موقف الغرب، مش الغرب اللي هيملي علينا ارادته، مش الغرب اللي هيملي علينا قوالب الديمقراطيه التابعه له. قوالب الديمقراطيه دي غريبه جدا، هم عايزين يطبقوها علينا ويقولوا ده انقلاب ولا ثورة أو ما إلى ذلك، ما طبقوهاش على أحمدي نجاد، ما طبقوهاش على حماس، ما طبقوهاش على دول كتيرة جدا، هم بيطبقوها حينما يريدون وعلى من يريدون. قوالب الديمقراطية ليست قوالب جامدة، نحن اخترنا هذا الطريق، هذا شعب مصر اختار الطريق ده، اعتبرها ثورة شعبية ساندها في الجيش، هو ده تعريفنا لهذا الأمر. هتعترفوا بتعريفنا أهلا بيكم، مش هتعترفوا بتعريفنا. مصر لم تعد وحيدة، مصر يساندها دول كثيرة، مصر تساندها دول عربية عادت إلى حضنها وهي عادت إلى حضن الدول العربية. لما عبد الناصر قرر أن يخوض يعني معارك كثيرة وأنه يبني السد العالي وخاض معارك طول الخمسينات والستينات، العالم كله كان بيقف ضده، كان هو واقف وحيدا مع بعض الدول الإفريقية. الآن إحنا مش واقفين لوحدنا، إحنا معانا عدد كبير من الدول العربية، وبدأت الدول الأجنبية تغير مفهومها. النهاردة تصريحات ويليام بيرنز فيها تغيير كتير في الشأن الأمريكي. إحنا اللي بنفرض رؤيتنا على العالم، مش العالم اللي بيفرض رؤيته علينا. زي ما قال الأستاذ هيكل، هذه معركة تحرير الإرادة، وتحرير الإرادة ثمنه غالي جدا، لكنه ممكن، هي أول خطوة في تحرير الإرادة، أول خطوة في تحرير إرادتنا من السيطرة والإنهزامية اللي كنا فيها. إحنا مش هنتكلم بقى على الإمبريالية والعنصرية والكلام ده، إحنا هنتكلم على تحرير إرادة شعب. موضوع مش سهل، لكنه سيحدث خطوة خطوة مع دولة قوية ديمقراطية، اقتصادها قوي، مدنية عصرية، ولادها بيفكروا بكرة. خلونا نشوف ماذا يحدث على الأرض، ونشوف الأول رمسيس. النهاردة الإخوان كانوا أعلنوا إن هم حاولوا يشلوا المحاور الأساسية لمصر، لكن أنا بس عايزة أوجه رسالة مهمة جدا، مصر دي كبيرة، فيش حد بقى بيشل محاور أو كل ما أنت بتوقف مكان أو بتشل محور لمجرد أن أنت عايز تجيب الكاميرات عشان تصور وتقول للعالم ده هجموا علينا، ده ضربونا، والكلام ده كله في النهاية انت بتزود كراهيتك في قلوب اهل هذه المنطقة، مش بتزود الخوف منك على فكرة، لان اهالي المنطقة دي رمسيس والعباسية هم يعني كانوا لقنوا العديد من المتظاهرين لو فاكرينهم، حازمون كانوا يعني لقنوهم درس صعب شوية عندما قامت مظاهراتهم. فيعني مش عايزين نفكر بحاجات كتيرة، بس عايزين نقول ان اهالي هذه المنطقة اولى بشعبها، وهم اللي يعرفوا يصدوا هذه الهجمات. كل ما بتقفل منطقة، كل ما بتقلف الشارع، انت بترسخ كراهية هذا الشارع ليك، وبترسخ الغضب، لانك بتوقف حياة الناس. وعلى فكرة مش هتقدر توقف حياة الناس كتير، هم يا دوبك انتوا عندكم ايه 20-30 ألف، تبعت 1000 هنا و5000 هنا و3000 هنا عشان توقف البلد. النهاردة هنتكلم في الفقرة الرئيسية عن الحرب النفسية، كيف يحاول الإخوان المسلمون شن حرب نفسية علينا، لكنها لن تنجح. أولا احنا في رمضان وبنتفرج على المسلسلات وهاديين جدا وما عندناش أي مشاكل. خلونا نشوف محمد سلامة من ميدان رمسيس يحكي لنا إيه اللي حصل بالظبط. أي سلامة، مساء الخير. بخير يا أستاذ أمين، أهلا بيك. أهلا. قولي بالظبط حصل إيه في ميدان رمسيس بعد الإفطار، وإيه اللي أدى إلى تدخل قوات الأمن؟ هو اليوم بدأ هادي تماما منذ حضور مسيرة جماعة الإخوان أو المؤيدين للرئيس أمام مسجد الفتح، وتجمهروا أمامه الباعة الجايلين، كانوا عاملين إفطار جماعي في الحديقة بتتوسط ميدان رمسيس.
لكن بعد الفطار فوجئنا بتزايد عدد المؤيدين الرئيس بشكل كبير جدا، كانوا جايين من ناحيه العباسيه ومن ناحيه التوحيديه، اسف من ناحيه محطه مصر كده، فوجئنا بيهم بيطلعوا فوق كوبري اكتوبر وبيغلقوه تماما، وميدان رمسيس نفس الشيء، كانوا بيتحدثوا عن اداء صلاه التراويح على كوبري اكتوبر النهارده. صلاه التراويح على كوبري اكتوبر. على كوبري اكتوبر فعلا. لكن فجأة فوجئنا بالاشتباكات ان هي بدأت، وجدنا تراصد بالحجارة ما بين المتظاهرين وقوات الامن المركزي. بس في البداية قوات الامن ما كانتش موجودة. ما كانتش موجودة، لا هو فجأة. امتى ظهرت قوات الامن يا سلام؟ بعد قفلهم لكوبري اكتوبر يعني تقريبا بحوالي نص ساعة. يعني قفلوا كوبري اكتوبر بعد اغلاق الكوبري بنصف ساعة. بالظبط كده. ظهرت قوات الامن لمحاولة فتح كوبري اكتوبر. بالظبط كده، ظهرت قوات الامن من الجهة المقابلة. بدأوا ان هم يضربوا عليهم قنابل غاز وفي تراشق بالحجاره ما بين الطرفين. يعني يمكن في عدد من المتظاهرين سقطوا في حالات اغماء من قنابل الغاز طبعا. ما زالت الاشتباكات حتى الان مستمره على كوبري اكتوبر. هل تم فتح كوبري اكتوبر ولا انت لسه ما تعرفش؟ لا لسه، حتى الان كوبري اكتوبر في عليه اشتباكات، تحديدا عند مطلع كوبري اكتوبر اللي في ميدان رمسيس. الاشتباكات ما زالت مستمره عليه حتى. بشكرك محمد سلامة مراسلنا في رمسيس. طبعا من الواضح ان اذا لم تظهر قوات الامن ولم تحدث اشتباكات الا بعد قطع المتظاهرين لكوبري اكتوبر. هتقطع كوبري اكتوبر هيبقى في اشتباكات، واضح جدا، رساله واضحه. والنهارده ايضا كان في رساله واضحه من القوات المسلحه، ما تقربوش من المنشات العسكريه، ما تقربوش من المنشآت العسكرية. إذا تم الاقتراب من المنشآت العسكرية، الجيش المصري يحمي منشآته، هذا شرف العسكرية المصرية. لا تقتربوا فتجدوا ما لا يسركم، وتكونوا جايبين كاميراتكم معاكم وتقولوا إن الجيش ضرب الناس وهي بتصلي الفجر، وده ما حصلش، لأن دي كانت كذبة وفرية أثبتتها الكاميرات. فما تقربوش إلا إذا كنتوا بقى ناويين تضحوا بنص الناس اللي موجودة في رابعة، ده اختياركم على فكرة، وفي رمضان ده اختياركم برضه. كامل كامل مراسل يوم السابع على كوبري اكتوبر، مساء الخير، قولي الوضع على كوبري اكتوبر ايه يا كامل؟ الوضع لازال الكوبري مغلق، ولازالت الاشتباك حتى ما بين قوات الامن وما بين انصار الرئيس المعزول، ورغم حته الاشتباكات الا ان الاعداد تتزايد من انصار الدكتور محمد مرسي، والامن المركزي فتح الطريق لمرور السيارات، الا ان الوضع لازال متازم يعني. بس يعني الكوبري مقفول خالص من الناحيتين ولا في طريق ماشي؟ لا هو كمان الكوبري غير ان هو يعني مقفول من ناحيتين، وحتى تحت الكوبري في حاله كار وفر، وخصوصا ان في اشتباكات تمت ما بين الباعة الجائلين وبين انصار الدكتور محمد مرسي. ده في اشتباكات كمان بين الباعة الجائلين وبين انصار الدكتور انصار مرسي. نعم، تحت الكوبري. تحت ليه بقى الباعة الجائلين ما كانوا بيعملوا الفطار بتاعهم على ما اعتقد؟ انا يعني جينا بعد الفطار، ويعني بعد جالين زي ما كنا لديهم حاله غضب بسبب التواجد انصار الرئيس، كما قامت المحلات بمحيط الميدان باغلاق ابوابها الحديديه تحسبا لاي حدوث خسائر بسبب حده الاشتباكات بين الامن. ففي غضب وسط الباعه الجائلين من وجود انصار مرسي في ميدان رمسيس. نعم نعم، وقام البعض منهم يعني كلهم مش عدد منهم، قام كلهم بلم بضائعهم وبمغادره المكان على الفور بسبب حدوث هذه الاشتباكات. اشكرك كامل كامل مراسل يوم السابع على كوبري اكتوبر. سياده اللواء حسن البرديسي مدير الاداره العامه لمرور القاهره، سياده اللواء لو تقول لنا بالظبط ايه اللي مغلق وايه ايه المحاور المفتوحه وايه المحاور المغلقه في القاهره. مساء الخير يا استاذ. مساء النور. هو دلوقتي حضرتك احنا طبعا معلوم ان هو بكوبري اكتوبر مازال مغلق دلوقتي. وده من بعد الفطار مباشره بعد صعود المجموعه اللي كانت طالعه عشان تقطع كوبري في الاتجاهين. الحقيقه طبعا هو يعني المجموعه دي اجلد بعرفه قوات الامن. لكن هم كانوا جايبين معاهم مجموعه كبيره من الطوب والموانع اللي حطوه على الكوبري عشان يقطعوا بيها الكوبري في الاتجاهين. ما زالت المجموعه لسه متواجده على منزل كوبري اكتوبر متجه لرمسيس. قوات الامن موجوده دلوقتي اعلى الكوبري عشان تمنع صعودهم مره اخرى، وموجوده اسفل الكوبري عشان تمنع احتكاك البياعين المتجولين المتجمعين اللي هم عايزين يشتركوا معاهم. دي مشكله ان البائعين المتجولين او الباعه الجائلين في هذه المنطقه اكل عيشهم بيروح، فهم عايزين يشتبكوا معاهم. وهم طبعا قوات الامن تفصل بين الاثنين دلوقتي عشان ما تحصلش مواجهه من النوع ده على في ميدان رمسيس.
وفي نفس الوقت القوات موجوده عشان تحافظ على كوبري اكتوبر مفتوح قدام المرأة. طيب انا شايفه قدامي يا سياده اللواء بعض الحرائق، لو تشرح ممكن تفسر لي ايه الحرائق دي؟ هما مجموعه منهم بتولع في بعض الكاوتش بتاع السيارات، بتحاول تولع كاوتش العربيات، كاوتش العربيات برضه كنوع من الاعاقه وكده يعني. لكن هما المجموعه دلوقتي موجوده على منزل الكوبري بس، وفي الميزان اسفل كوبري اكتوبر في الدره. ايه حجم يعني هل عندك تقدير لحجم المجموعه الموجوده على الكوبري؟ انا شايفه العدد الموجود بيقل هنا في تحت في ميدان رمسيس، لكن فوق على مطلع الكوبري هل عند حضرتك اي تقدير؟ للاسف طبعا عشان ظروف الاضاءه دلوقتي وكمان من ده العدد مش محسوب بالظبط. احنا طبعا عشان نخفف على الناس الموضوع ده، احنا عملنا تحويلات على كوبري اكتوبر من اتجاهين. ايوه. اللي جاي من مدينه نصر ومصر الجديده حولناه على شارع لطفي، شارع لطفي السيد وشارع رمسيس وشارع الجلاء، واللي جاي من مناطق مصر من الزمالك والمهندسين ومناطق الجيزه بننزله يا اما على كورنيش او في ميدان الشهيد عبد المنعم رياض او في وسط البلد من شارع عبد الخالق ثروه. احنا طبعا بننصح الناس ان هم يتجنبوا المحور ده مؤقتا لغايه لما تعود حتى طبيعتها. قوات المرافق ومعاها دلوقتي قوات الحي طالعه بتنظف اعلى كوبري مكان كان الطوب الرهيب اللي كانوا حاطينه عشان يعملوا بيه منع اعلى كوبري. مجرد التنظيف ونحس ان الكوبري اصبح امن بالنسبه للمرور تماما هنفتح ان شاء الله في الاتجاهين. هل الحرائق دي ممكن تؤثر سلبا على الكوبري كمان يا سياده اللواء ولا ايه؟ على الكوبري مفيش حرائق، الحرائق دي موجوده في اسفل المنزل تحت المتجه لمنطقه غمره ومنطقه المستشفى القرطي، لكن اعلى الكوبري نفسه مفيش حرائق، الموجود دلوقتي اسفل الكوبري على المنزل نفسه حريق في نوع من كاوتشات العربيات، يعني كاوتش العربيات. كاوتشات العربيات. طيب هل في قطع طرق في اماكن اخرى؟ كان في تهديدات من امبارح وهنقفل المحور ونقفل ونخش ميدان لبنان والكلام ده كله، هل في اي تغيير في محاور المرور في القاهره، اي قطع طرق؟ الحمد لله لغايه دلوقتي مفيش بلاغات ثانيه بقطع طرق، لكن اي اماكن محتمل يحصل فيها قطع طرق جميع قوات المرور الموجوده على مستوى المدينه عامله خطط تحويلات، وهيتم مع يعني مع الواقع الفعلي لو حصل هيتم مع الواقع تدبير التحويلات طبعا. بتنصح الناس بايه يا سياده اللواء؟ هو دلوقتي في الفتره دي انا انصح الناس يعني بالنسبه لمطارع الكباري، بالنسبه للمناطق اللي فيها اي اعمال عمق لما يكون في رجال مرور ورجال امن، لان في ارشادات بالتحويل او توجيه المرور ارجو ان هم يتعاونوا معانا. طبعا الغرض من القصه كلهم الحفاظ على حياتهم اولا، الحاجه الثانيه تسهيل مرورهم. طبعا بشكرك سيادة اللواء حسن البرديسي مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة. إذن كوبري أكتوبر من مطلع رمسيس مقفول يا جماعة، أرجو أن أنتوا أي حد في هذا الطريق أنه حاول يحول في مكان آخر، اعتبروا أن في تصليح، اعتبروا أي حاجة، هذه أمور عارضة خلونا نتعامل معها. قوات الأمن بتتعامل معها قدر المستطاع، أحيانا بالغاز المسال للدموع، أحيانا في اشتباكات بالتأكيد اللي هم واضح أن معاهم طوب وحشياء بيرموها على قوات الأمن. خلونا نتعامل مع الامور بهدوء، نقدر ان احنا نغير مسارنا، معلش هنتعب شويه لكن امور نستطيع ان نتعامل معاها. الحريه مش سهله واحنا نقدر نتعامل مع كل هذه الامور، دي ارخص الاتمان الحقيقه. احمد حسين رئيس النقابه المستقله للباعه الجائلين. ايوه مساء الخير. الخير يا فندم. اشرح لي بقى انتوا كان عندكم افطار النهارده حصل ايه؟ ادي صور الافطار، افطار النهارده في ميدان رمسيس، ماذا حدث؟ والله يعني زي ما يكون ان احنا اول ناس نعمل فطار مجمع للبياعين. يعني يعني احنا النهارده ابتدينا عملنا فطار مجمع لوسط البلد كله، للبيعه الجايلين في رمسيس وفي وسط البلد. واخد بال حضرتك؟ النهارده عملنا الفطار المجمع واحنا بنعمل الفراشه، ابتدت بقى الكلام يطلع من جامع الفتح، دول الجماعه بتوع النقابه عاملين لنا كمين. ده الجماعه بتوع النقابه عاملين لنا كمين. مسكنا المايك وقلنا يا جماعه النقابه عامله للباعه الجاهلين عامله لهم فطار، احنا ما بنمنش عليهم، دي فلوسهم. عاملين فطار مجمع لينا، واللي عايز يتفضل مين عندكم ياكل معانا يتفضل. طبعا احنا مش مسيسين او ما ينفعش نسيس، احنا لازم ندور على اكل عيشنا، عايزين ناكل عيالنا. اتجهنا بعد الفطار، البائعين عندنا كلهم الحمد لله كنا كميه لا يستهان بيها. البائعين فطرت يعني في شهود عيان في قنوات كانت بتصور، وبعد ما فطروا كلهم قاموا مشوا وقفوا على فراشهم. شويه الطريق اتقفل بتاع ساعتين وشويه. في ناس على الكوبري فوق الكوبري، احنا بنتكلم الكلام ده ما بنزلش حد. في عربيه طوب جت، عربيه طوب. عربيه طوب؟ عربيه طوب. وبعد الظهر حد مع عربيه ملاكي اعترض يعني يا جماعه دغدغت العربيه. الاول. هم وقفوا بقى، فضلوا واقفين يخبطوا على الحديد بالطوب اللي معاهم، وبعد شويه
ده جزء من الحرب النفسية، فكرة التخويف. معلش، معنا كمان اكتشفنا احنا البلد دي بلدنا احنا الأصلية. احنا بعد كده يعني لما يطلع الجيش ان هو اتفق مع البياعين وبلطجية، طب يعني ما فيش كده الدرجات دي مستخبت في الجيش يعني. المهم شوية واقفين، الباعين واقفة لا بيعة ولا شراء والحال بيقف، الناس دي تخاف تمشي في الشارع لما في حاجات زي دي. ايوه. فجأة الطوب راح مرمي على مين؟ على البياعين. اللي بقى في ايده واللي في كتفه واللي في دماغه واللي في ضهره اتكسرت، فخلاص كده بني ادم بيضرب فيا، فنضطر يعني برضه ندافع عن نفسنا. شويه وتدخل الامن. طب اللي بيغسل مسيل للدموع، بس كان منظر الطريق كان فيه وسط البلد كلها مشلول، مشلول، قافلين شارع رمسيس سنا، وبعدين يعني ايه جاي؟ تصلي قدامي وجاي معاك ناس من وراك واقفين فوق كوبري ضربوا الناس. فين الكلام ده؟ يعني هو قرر ان هو يعني هم صلوا التراويح دي، يعني ابتدوا الصلاه دلوقتي. هو الصلاه شغال. انت جاي تصلي، انت جاي تصلي، انا لا مسيس. احنا بنقول الجماعه بتوع التحرير خليكم في التحرير، يا بتوع رابعه خليكم في رابعه، مفيش داعي تنزلوا عند الباعه الجايلين، الناس اللي نزلوا من 30 سنه والسنه اللي فاتت ب 10 لوحدها. طب يا استاذ احمد، انا سامع ان في اشتباكات جامده وان الباعه الجايلين دلوقتي يعني في اشتباكات بينهم وبين الاخوان. طب يعني هو في حد بيقبل انه يتضرب كده؟ لا طبعا، لا انا ما بقولش، انا بسال بس. لكن طبعا لا، في حاجه غريبه يا فندم كمان في الموضوع دوت. احنا الحمد لله كنقابه، السيد المحافظ وافق على تقييم وضع البياع في منطقه رمسيس، وافق على النموذج اللي هيتعمل اللي هو زي التركي. اشمعنى بقى دلوقتي جايين تحتلوا دار رمسيس؟ اشمعنى دلوقتي؟ احنا مش هنسمح، وان شاء الله الجمهوريه الثالثه واقفه معانا وهترخص لنا، هترخص لنا التراخيص اللي عمرنا في حياتنا ما شفناها. بامر الله ومن اعتدى عليك فاعتدى علي بمثل ما اعتدى عليك. ولا البياع ده ايه يعني؟ لو ضرب زبون يبقى عايز يكسر من عمل الشيطان، ولو ضرب واتسحل. يعني احنا عندنا يوم الجمعه اللي فاتت في اثنين بياعين اتسحلوا، منهم واحد لو شفت ظهره مش هنقدر نكمل النظر في عينيه. موجود معانا. مين اللي سحله يا استاذ احمد؟ مين كان يوم الجمعه اللي فاتت موجود في رمسيس؟ برضه نفس القصه. هو كل اللي قاله قال يا جماعه معلش تعالوا بس هنا على الفرشه كده شويه، بس اخر حاجه قالها المكان اخر حاجه قالها الارض اللي احنا واقفين عليها دي مش هنتعشى، دي بتاعتنا. مسكوه ده سحلوه، والراجل اللي واقف معاه اتعمل له مسلمه في وشه. والله العظيم موجودين الاثنين. شكرا استاذ احمد حسين رئيس النقابه المستقله للباعه الجائلين. ما هو انت كل ما بتستعدي الناس بتبقى عدوتك. يعني هل انت متخيل؟ طب يعني انا بس يعني هتصور كده ان انت انه لا قدر الله، لا قدر الله كابوس يعني مرسي رجع مثلا، هيحكم ازاي في هذه الدوله؟ دوله لا فيها لا معاه جيش ولا شرطه ولا قضاء ولا اعلام ولا شعب. وده اللي قلناه من الاول قبل 30 يونيو. انتوا متخيلين ايه؟ ما هو مفيش غصب. انت ما تقدرش تعمل اللي انت بتعمله ده وتغلق محاور البلد وتحاول ان انت تشيل ميدان رمسيس. اهل رمسيس نفسهم هم اللي هيطلعوا عليك، والنتيجه هتكون عداء بينك وبين الناس. تاني، انت بتعمل بينك وبين الناس دم وطار. انت مش قد الحركه دي، مش قد ده. هذا ليس خلاف بينك وبين الجيش وبين الشرطه، هذا خلاف مع الناس مع الشعب. كل ده عشان ايه؟ ترسل رساله للعالم، الاستقواء بالخارج، الاستقواء بصديقتك امريكا. وبعدين هحكي لكم بقى امريكا قالت ايه بعد شويه، بيرنز وكلامه عن الفصيل المستبعد. ياسمين فؤاد مراسلتنا في رمسيس في التحرير، بتالي تحرير رمسيس. ياسمين، اخبار التحرير ايه؟ ياسمين رمسيس. معلش بقى الصيام، وبصراحه ما اكلتش قطايف النهارده. ياسمين اتفضلي. انا اسفه لميس، في البدايه نسرين فؤاد. انا اسفه نسرين فؤاد. يعني رفع المتظاهرون بميدان التحرير يعني منذ قليل حاله التاهب والاستعداد القصوى من خلال تامين مداخل ومخارج الميدان، خصوصا بعد ان ترددت انباء عن مجيء جماعه الاخوان المسلمين واعضائها وعدد من الجماعات الاسلاميه المؤيده لهم من ناحيه ميدان عبد المنعم رياض، وتم وضع طروق حديديه لاغلاق هذا المدخل على وجه التحديد تحسبا لهجوم يعني من قبل جماعه الاخوان المسلمين على الميدان واحتلاله. ولكن الان حاله من الهدوء الحذر تسود ميدان التحرير بعد ان نجحت قوات الامن في فتح كوبري اكتوبر الذي اغلقه
وانصار دكتور محمد مرسي الرئيس المعزول. هذا بالنسبه للوضع الحالي. لا يعني معلش يا معلش يا نسرين، كوبري اكتوبر من ناحيه رمسيس لسه مقفول، هل عندكم كان في قطع لكوبري اكتوبر؟ من ناحيه ميدان التحرير ترددت انباء كما ذكرت عن يعني هجوم جماعه الاخوان المسلمين او اعضاء جماعه الاخوان المسلمين على الميدان، ولذلك تاهب المتظاهرون لاستقبال هذه الحشود من خلال رفع وضع التروس الحديديه على مدخل عبد المنعم رياض تحسبا لهجوم جماعه الاخوان المسلمين من هذه الناحيه، ولكن لا يوجد معلومه حقيقيه حتى الان، ولكنها كلها انباء ترددت بين المتظاهرين. هذا يعني بالنسبه للوضع الحالي. منذ قليل استاذه رميس، منذ صلاه المغرب بدا عشرات المتظاهرين في التوافد على ميدان التحرير للانضمام الى المعتصمين في الميدان. كانت تسود هناك حاله روحيه رائعه بينهم عقب الافطار الجماعي الذي نظمه المعتصمون بالميدان، وقاموا عقب ذلك باداء صلاه التراويح. يعني بدا بعد ذلك توافد المزيد من المتظاهرين في فعاليات اليوم يعني التي حملت عنوان محاكمه الرئيس، التي دعت اليها حركه التمرد والحركات السياسيه لدعم القوات المسلحه في قرارها وانحيازها لاراده عموم الشعب المصري والتاكد او التاكيد على عدم التنازل عن محاكمه الرئيس السابق محمد مرسي ومعاونيه. في الحقيقه الاعداد استاذه لميس ليست كبيره في التحرير، نظرا لان القوى السياسيه يعني عدد من القوى السياسيه قالت انها سوف يعني تشارك بشكل رمزي اليوم، ولكن اليوم الاكبر او الدعوه الاكبر هي الدعوه للاحتشاد يوم الجمعه المقبل للمطالبه بمحاكمه الرئيس المعزول وللمطالبه باستكمال مطالب الثوره. يعني منذ يعني احاله الان في التحرير، يعني هناك عدد من الاغاني الوطنيه تذاع على المنصه الرئيسيه الوحيده في ميدان التحرير، ويعني عدد من الائمه يعتلون هذه المنصه ويقومون بالدعاء لجميع المصريين وخصوصا لجماعه الاخوان المسلمين، يدعون لهم بان يهديهم الله الى الطريق المستقيم، ايضا يدعون الى مؤسسه الازهر باعتبارها المصدر الرئيسي او مصدر للدين الوسطي الصحيح في مصر. بشكرك نسرين فؤاد مراسلتنا في التحرير. نذهب الى الاتحاديه هشام الرباط. يا هشام، اخبار الاتحاديه ايه؟ مساء الخير استاذ الاميس. يعني المعتصمون هنا امام قصر الاتحاديه وعدد من المنتمين لبعض القوى والحركات الثوريه تناولوا وجبه الافطار الجماعي هنا بعد الدعوات التي انطلقت وطلبت المصريين بالنزول والمشاركه فيها امام الاتحاديه وبميدان التحرير. المشاركون من خلال حديثي معهم اكدوا ان ذلك نوع من التاكيد على تمسكهم وتمسك الشعب المصري بثورتي 25 من يناير و30 من يونيو التي خرج المصريون من اجلها ومن اجل مطالب محدده. اكدوا ايضا انها تعد نوعا من الاستعداد والاحتشاد يوم الجمعه المقبل للمشاركه امام قصر الاتحاديه هنا في تظاهره حمايه مكتسبات الثوره والاصرار على محاكمه كل من تسبب في اراقه الدماء في مصر حتى الان، وايضا تاتي كتأييد للقوات المسلحه في ذكرى نصر اكتوبر العاشر من رمضان حرب اكتوبر المجيده، ايضا المطالبه بمحاكمات عادله للنظام السابق وما تسببوا فيه من دماء وتدهور للحاله الاقتصاديه. لا زالت هنا بعض الخيام منصوبه امام قصر الاتحاديه وبالتحديد عند شارع الاهرام وحوالي 12 خيمه موجوده. المعتصمون هنا شاركهم بعض من جاء لتناول وجبه الافطار معهم، وايضا ينوي البعض تناول وجبه السحور معهم. الشوارع المؤديه للقصر وامامه خاصه امام شارع المرغني كانت مفتوحه، الان يتم اغلاق هذا الشارع بعد الانباء التي ترددت عن ان مسيره ستاتي من رابعه العدويه الى هنا الى قصر الاتحاديه، فبدات التكثيفات الامنيه وبدا اغلاق شارع المرغني الذي كان يشهد سيوله مروريه طبيعيه قبل الافطار وبعد الافطار. الدبابات تقف حاليا بطول شارع المرغني وبالتحديد على نفس الجانب او بمحاذاه مسجد عمر بن عبد العزيز الموجود امام بوابه 4 للقصر. الان يعني حاله من الهدوء النسبي هي التي تسود امام قصر الاتحاديه والترقب لما سيحدث بعد الانباء عن الاشتباكات التي حدثت على كوبري اكتوبر وميدان رمسيس.
بشكرك يا هشام. إذن الأجواء هادئة في ترقب لهذه المسيرات اللي أعلنت عنها جماعة الإخوان. لحد دلوقتي المسيرة الأكبر هي لميدان رمسيس لشل وسط العاصمة. هذا الشلل قد يؤدي إلى تعطيل مصالح الناس اللي رايحة عندها زيارات، عندها أي مصالح بتقضيها، ويؤدي في النهاية إلى مزيد من الغضب، مزيد من العنف، مزيد من الاشتباكات بين الإخوان وبين الباعة الجائلين وبين أهل رمسيس. لن يؤدي في النهاية إلى أي أثر إيجابي إلا الاحتكاك بالشرطة والاحتكاك بقوات الأمن، وقوات الأمن هترد عادي جدا بغازات مسيلة الدموع أو أكتر من كده لو الأمر تطلب ذلك طبقا للقانون. نتمنى أنه العاقلون أو العاقلين في جماعة الإخوان يدركوا أن ده لن يؤتي أكله، ولن يؤتي إلا مزيد من الغضب داخل جميع الفئات المصرية. أنت كده ما بتحاولش تقرب المصريين، أنت كده بتحاول تكلم حد ما فيش في إيده حاجة، والحد اللي ما فيش في ايده حاجه ده هو الغرب. لن يستطيع احد ان يغير المسار المصري، لن يستطيع احد ان يغير اراده الملايين اللي خرجت. 22 مليون عدوهم، 14 مليون عدوهم، 33 مليون عدوهم، زي ما انتم شايفين مهما اجتمعتم دي كلها جزء من الحرب النفسيه اللي هنتكلم عليها النهارده، الحرب النفسيه للترهيب والارهاب. اوريكم بقى حرب تانية النهارده. قوات الامن في منطقه رابعه اكتشفت ناس، يعني سيارة موثق داخلها ناس، داخلها أشخاص مربوط إيديهم مصابين إصابات جسيمة. واحد بتر كف يده، والتاني بتر سبابة يده، والتاني برضو بترت بعض أصابعه. بسؤال المصاب قرروا أن المذكورين قاموا أن في يعني آدي دول ناس تم التعدي عليهم داخل تظاهرة رابعة. واحد تم التعدي عليه داخل تظاهرة رابعة. خمسة من الإخوان المسلمين في رابعة هو تم القبض عليهم بواسطة قوات الأمن. كان اتهموه الناس دول في الإخوان، اتهموه بأن هو كان بيسرق شنطة أو بيسرق حقائب أو بيسرق موبايل من رابعة، فقرروا أن هم يقيموا عليه الحد. لا دولة فيها قانون يا ساتر يا رب، لا منطقة فيها قانون ولا في أي حاجة. هم يقيمون الحد على من يرون أنه يجب أن يقام عليه الحد، يطبقون القانون بأيديهم. هي دي مصر اللي كانوا عايزينها، هي دي. رجع لي الصورة تانية يا ميدو. هي دي مصر اللي كانوا عايزينها، وهي دي مصر اللي نرفضها. لأن مشهد إقامة الحد كان منتشر في المحافظات، وما كانش حد بيتحرك، ما كانش في حد بيقول أي شيء. إقامة الحد بيعتبروه شيء طبيعي. هي دي مصر اللي كانوا عايزينها. هذا الرجل ولو كان سارقا ولو كان قاتلا هناك قانون يطبق عليه، يطبق عليه القانون، فيش حد بياخد حقه بدراعه. القانون يطبق على الجميع. نحن في دولة مدنية عصرية، احنا مش في دولة كل واحد يطبق القانون طبقا لرغبته وطبقا لمزاجه. نشكر قوات الأمن على ضبطها لهذا الأمر. نشوف بقى تقرير عن رأي الناس فيما يحدث من قطع الطرق. اسمعوا بقى الناس بتقول إيه عن الأحداث الجارية. رفض قاطع من فئات عديدة من الشعب تجاه ما يقوم به مناصرو جماعة الإخوان المسلمين من قطع للطرق وإعاقة لحركة المرور وتعطيل لمصالح المواطنين. الرسول قال للواحد لو لقى طوبة لواحد ماشي صايم ولا في الشارع بيشيلها مش هقطع طريق على الناس. ازاي يقطع على طريق على واحد صايم؟ الناس صايمة تروح بيتها ازاي ولا واحد عيان ولا تعبان؟ دي بلطجة، واحنا تعبنا بصراحة. اقول لاخو هي يعني الشعب المصري كله تعب، المفروض يعني يهدوا بقى ويشوفوا مصلحتهم، وقدامهم الفرصه مفتوحه. بيعملوا كده ليه؟ عشان كرسي الحكم؟ عشان السلطه؟ يبقى كده ما تقوليش بقى دين واسلام، كده سلطه وكرسي حكم. ربنا يهديهم. اقول ايه؟ ربنا يهديهم ويهدينا ويرحمنا. ووسط حالة الغضب العارمة من سلوكيات مؤيد الرئيس المعزول في الشوارع والميادين العامة، عبر المواطنون أيضا عن استيائهم البالغ من حملة التشويه المتعمدة ضد القوات المسلحة. احنا ما لناش غير ربنا والجيش، الجيش لو وقع مصر وقعت. بس يا مصريين هنعرف نعيش من غير جيش؟
ينفع مصر دي تبقى موجوده من غير جيش؟ ما ينفعش مصر دي تبقى موجوده من غير جيش. ينفع الاخوان يتزحوا شويه ويرجعوا تاني؟ ينفع، يعني ينفع يرجعوا شويه ويكشفوا جرسهم شويه ويرجعوا تاني؟ لكن انا من غير الجيش مش هعرف اعيش. ربنا مش هيسيب مصر، ربنا مش هيسيبها، وهتفضل محروسه باذن الله باذن الله باذن الله. سلوكيات مرفوضه وعدوان على حقوق المواطنين أدخلت فصيل الإخوان المسلمين نفق الكراهية في نفوس المصريين، نفق ربما يكلفهم الكثير للخروج منه. طارق أحمد، هنا العاصمة.